أخوة الباقين أيضا بدأوا يبحثون عن إطار تنسيقي سني، ربما إطار تنسيقي شيعي كردي عفوا بالوقت الحالي شوي صعوبة بسبب الخلاف. بس شنو رأيك بفكرة الإطار التنسيقي؟ نفتخر بها، هذه ماركة مسجلة وصار استنساخ إلها، ونتمنى للأخوة أن ينجحوا في تحقيق إطار تنسيقي فيما بينهم، لأن الإطار التنسيقي فيما بيننا نجح بصراحة وتجاوز كل التعقيدات. ونأمل أن هذه الفكرة إذا كانت موجودة، أنا أسمع ولكن غير متأكد لأني لم ألتقي بالأخوة من الإطار المقترح، ولكن أتمنى أن يكون لديهم، يسموه الإطار التنسيقي يسموه أي شيء من الأسماء، ولكن أن يجمع أغلبية مفردات الساحة. تقريبا الساحة الشيعية لنسميها باسمها تقريبا أغلبها أو كلها مؤتلفة في الإطار، نتمنى أن يكون ذلك أيضا في الجانب السني وحتى في الجانب الكردي، لأن العراق مكون مخلوق يتأثر بعضه بالبعض الآخر. إذا خربت المنطقة السنية أثرت على بغداد وباقي العراق، وإذا صار أزمة في كردستان أثرت على بغداد، وإذا أزمة في بغداد أثرت على الاثنين معا. لذلك يجب على العراقيين أن يدركوا أن لا فصيلة ولا مكونة ولا مجتمع سياسي يستطيع أن يكون في بحبوحة من الأمن والرفاه والعيش المستقر وباقي مكونات العراق تعيش حالة من الأزمة. طيب.